يسعد صباحكم احبتي، ان شاء الله نهايه شهر مبارك ونهايه اسبوع مبارك اتمناها لكم مع بدء شهر جديد ان شاء الله يحوي في طياته كل الخير والتوفيق لكم يا احبتي. ان شاء الله ربنا يحقق امانيكم ويجعل الشهر المقبل يحمل السلم والسلامه لكم وللعالم اجمع يا رب، نتمنى ذلك بصلواتنا. دائما نتمنى الخير ونتفائل الخير ويكون عندنا طاقة لبدء أيام جديدة بالمعونة الإلهية والتوكل على الله. إن شاء الله يجعل شهر مبارك وطيب عليكم إن شاء الله. القمر يتجه إلى برج الأسد وراح تكون الجمعة جمعة الأسد الناري، فهذه الفترة راح يكون القمر إن شاء الله في هذا اليوم آخر يوم أيام الشهر، وكذلك في إن شاء الله الشهر المقبل راح يكون في برج الأسد الناري لغاية يوم إن شاء الله 4. ونوضح لكم إن شاء الله بلقائنا المقبل بإرادة الله ما هي تحركات الكواكب في شهر 7 وتنقلاتها وكذلك مواقع القمر إن شاء الله. نتمنى لكم كل الخير وبدء شهر مبارك على الجميع. أحبتي في هذا اليوم أكيد القمر دا يتجه إلى برج الأسد وسيكون في الشهر يعني اللي هو 7 أيام راح يكون بين الأسد والعذراء والميزان، فبدخوله إلى برج الأسد الناري مع من طبعا بالحقيقة ماكو برج الأسد يعني كوكب، لأنه الكواكب تقريبا دا تكون كلها شمالية يعني عدا كوكب بلوتو المتواجد بحالة تراجعية في برج الجدي، فالكواكب كلها تقريبا متوزعة بين الحوت والدلو والثور وكذلك الجوزاء والسرطان، فعلى هالأساس القمر في برج الأسد مع من يتجانس ومع من لا يتجانس هذا التواجد القمري حتى نعرف شلون عدمية التجانس من جدول حياتنا نطردها أكيد، يعني نخصص الأشياء الإيجابية ونبتعد عن الأشياء الغير إيجابية. مع بعض راح ندخل لكي نعرف ماهية أو نأخذ الدورة الفلكية حتى نعرف قمر الأسد وتأثيره على الأبراج ككل. بالنسبة لمواليد برج الحمل، القمر موجود في أحلى موقع بالنسبة إليك، أحلى موقع لأنه دا ينسجم مع المشتري ودا ينسجم مع المريخ، فهذا اشرح يولد المريخ يولد العاطفة القوية والجياشة والطاقة والقدرة والحركة وكل ما يخص الطاقة الكامنة شلون نقول النشيطة النشاط، طاقة كاملة قوة حركة اندفاع، مع القمر اللي هو الرومانسية ويعني الأشياء اللي مثل ما يقول العالم الآخر والعالم الخيال والعاطفة، فراح تكون العاطفة بالنسبة لكم قوية جدا جد قوية، فهذه الفترة تكون مناسبة جدا. الأبناء اللي زعلانين من أهاليهم أو اللي أكو من عندهم نوع من شوية سوء الفهم والخلاف يمكن نبدأ معاهم صفحة جديدة، يا ريت. راح تكون هذه اليومين مناسبة جدا للصلح إذا كان الأب أو الأم من مواليد برج الحمل الناري عاطفتهم جياشة نحو الأولاد، راح نلاحظ أنهم راح يشتاقون لأولادهم. كذلك هي فرصة مناسبة جدا للإنجاب أو إجراء عمليات اللي تخص الإنجاب بالنسبة لمواليد برج الحمل الناري، يعني راح تعتبر فترة شوية حلوة. وجود القمر جد مساعد، يمكن راح يصلكم مبلغ من المال أو هدية أو فض صلح، لأنه يحمل في طياته ما يخص الأشياء أو الإيجابية السارة، وكذلك ممكن أن يتم أو تكون فترة لعقد خطوبة أو زواج تكون مناسبة جدا في هذين اليومين المواليد برج الحمل الناري. بالنسبة إلى مواليد الثور،
مولود برج الثور، القمر موجود في أعلى نقطة في بيانك الفلكي. أنت محظوظ لكون أنه ديصادف جمعة وسبت، فيعني مثل ما يقول مكون في أكيد اللي قاعد في أجازة راح يكون في المنزل، فلذلك راح تكون مبتعد، وأتمنى من كل قلبي أن تبتعد عن كل ما يشاكسك. يعني فراح تكون الفترة تحاول أنه تخليها فترة ارتياح، فترة استجمام، فترة لمباحثات، نركز على أمور العمل في أنه نجد عمل إضافي، أو ما عنده عمل ممكن أن يجد عمل إضافة إلى ذلك، يمكن يكون تقديم طلبات لذلك إذا كانت يعني المسائل مو تخص دولة لأنه تكون عطلة، لكن مثلا إذا كان عندنا شغلة مع شخص أو نعمل في متجر أو في مكان يعني يكون ذو طابع خاص يعني ممكن. إضافة إلى ذلك راح تكون الفترة تجعلك أو ينطيك فت شعور تحاول به الابتعاد عن ما يزعجك، وهذا شيء إيجابي جدا، فاستفيد من العطلة في أنه تفكر كيف تخطو الخطوات. نستفيد استفادة قصوى من تواجد الزهرة وعطارد في برج الجوزاء، لأنه مناسب لكم للبحث عن عمل جديد يا جماعة. يعني أكو ناس أحياناً يكون العمل ما يناسبهم، أو مثلاً دي يشوفون مضايقات أو فد متاعب، أو يمكن تكون الأجور غير كافية، فممكن أنه يبحث عن عمل بديل. فهذه الفترة أريد يا مواليد برج الثور نبتعد عن أمور كثيرة ونركز على فرد موضوع نتعب به حتى نحصل النتيجة. يعني الحياة لا تخلو من مشاكل، والحياة لا تخلو من يعني مثل ما يقول منعطفات، لكن هناك اللي يركز على منعطف دي يحله في خضم هذه المنعطفات على الأقل يحل فد شيء. فهذه فترة مناسبة جدا لكم يا حبايب، إذا كان تريد تبدي في عمل جديد، أو أنت تريد تبدي فد مشروع في داخل منزلك، نحاول نفكر شوية، نقعد ويا نفسنا نفكر، فهذه راح تنطيك فالطاقة للتفكير. مواليد برج الثور، دخول أورانوس يدعو إلى التغيير، التمسك بالتقليدية في الأفكار قد لا يخدم مصالحكم. نحاول قدر الإمكان نجد الحلول البديلة. يعني يمكن أنه أنا أصر وأعاند على أنه هاي الشغلة بس هي هاي اللي تفيدني، زين إذا ما عندك من عندها وارد شلون راح تعيش؟ فلا بد أن أشوف فتشي مشروع عمل، مشروع يرضي الله ويرضي العالم بديل. فلذلك هذه الأمور تشجعك في هذه الفترة، فأتمنى من كل قلبي تستفيدون من هذه الفرصة بعد التوكل على الرب. مواليد الجوزاء، قمر الأسد مناسبك جداً، راح ينطيك فد نوع من الجاذبية، راح ينطيك فد نوع من القدرة على التعامل مع الأمور، عندك طاقة إيجابية من القمر، يمكن راح تساعدك في إيجاد حلول تخص يمكن ما يخص الأسرة والمنزل، كذلك فيما يخص يمكن انتقال من منزل إلى منزل. يعني من الممكن أنه نستفيد من هذه الطاقة، لأنه إحنا من نشرح يعني وجود القمر ما نكتفي فقط بوجود القمر، إنما نباوع بقية الكواكب. فهذه الفرصة طاقة راح تساعدك في أنه يمكن إذا بحثت عن بيت، إذا ناوي تتغير منزلك، أو مثلا إذا كان عندك فد أشغال دا تسبب لك فد نوع من المسؤولية، فهذه فترة مناسبة جدا لتتميم مسؤولياتك الخاصة. بالنسبة إلى مواليد السرطان، قمر الأسد مناسب جداً جداً لك، تلاحظون أنه الأربع أبراج بيها إيجابية. قمر الأسد هذا رغم كونه أنه دا يتعاكس ويا أورانوس ودا يتعاكس ويا زحل المتراجع بالدلو، لكن كان هناك بعد أكثر، يعني كان هناك عطارد وكان هناك الزهرة، فمن انتقلت إلى الجوزاء شوية خفت الوتيرة، فيكون
وجود القمر الأسدي بالنسبة لك كمولود برج السرطان راح يساعدك في أولاً الاستطباب، فترة مناسبة للاستشفاء، مراجعة الأطباء، أخذ العلاج، متابعة الأمور الصحية. كذلك بنفس الوقت ممكن أن يكون هذا القمر راح ينطيك فتشيء من التعويض، سواء كان مادي أو سواء كان معنوي، فراح يساعدك بأنه راح تكون فد عنصر فعال في محيطك ويكون مردودة حلو عليك. البيت الثاني بيت حلو جدا، يعني يدمج بين العاطفة والمادة، فنحاول أنه في هذه الجمعة نجعلها جمعة عاطفية، ولا بأس إذا كان هناك مباحثات مادية، أو لا بأس أنه يعني نأخذ هدايا، أو مثلا تجينا فت كلمة طيبة. هذا أشوفه أنا، يعني الإنسان يحتاج إلى البناء المعنوي، لأنه البناء المادي لا يدوم، لكن البناء المعنوي يدوم أكثر دائما. مواليد الأسد، القمر في برجك يمدك بالطاقة، راح يساعد هذا القمر الجديد على أسبوع مباشر تتمم بأعمالك بعد التوكل على الله. يعني شوية شد حيلك، خطط لأعمالك اللي تريد تقدمها، سواء كان على صعيد الدراسة أو سواء كان على صعيد العمل. أنتوا همينا فرصة مناسبة جدا بعد ما يروح القمر إلى العذراء. يا ريت ننتبه أيضا مثل مجموعة التور، شوية يكون عندنا رغبة في أنه نجد أعمال أو نبحث عن أعمال أو أعمال بديلة، أو قد تكون فرصة لتتميم الأعمال المعلقة. يعني مثلا شخص يكون عنده بناء، شخص يكون عنده تحويل، شخص يكون عنده تصليح، شخص يكون عنده فد مراجعة على شيء معين يعني خاص، هذا راح يساعدك كثيرا في تتميم الأمور. فترة يا المحيطين بمواليد برج الأسد للصلح، بس بلا قال وقلنا واعتاب، هاي شيلوها. بالنسبة إلى مواليد العذراء، القمر في البيت اللي يسبق، وإحنا محظوظين أنه كان أو وجود القمر في البيت اللي يسبق هو يعني راح يكون عطلة، هو راح يقول لك القمر عطل، يعني عطل رست. فبما أنه هي عطلة وأنت تعطل فرست، أنت تحتاج إلى الترسيت، مراجعة الذات، استقبال دخول القمر لأسبوع إيجابي. أنت أيضا تعرف شلون تخطط، لأنه القمر راح يطلع من الأسد، وين راح يدخل؟ للعذراء. فهذه الفترة اجعلوها فترة ارتياح، ترسيت، إعادة جدولة وتفكير. وإضافة إلى ذلك شوية بهاي العطلة ندير بالنا المتزوجين على علاقتنا ويا الشركاء، خلوها فترة ترسيت، ترسيت بكل معاني، نبتعد عن الخلافات، نحاول نجدول أعمالنا إن شاء الله. والعمر الطويل الأسبوع المقبل اللي راح يكون حلو من دخول القمر إليك ثم إلى الميزان ثم إلى العقرب، راح يكون أسبوع ناجح. شا أسوي بهالأسبوع الناجح؟ شون أقدر أكمل خطواتي؟ فهذه الفترة للراحة، للصلة، للبناء الروحي، فنحاول قدر المستطاع أن نتمم هالأمور. وإن شاء الله أتمنى لكم ترسيت مريح وبداية إيجابية وتفكير حلو لأسبوع إن شاء الله يكون مكلل بالنجاح، خصوصا للطلبة. بالنسبة إلى مواليد الميزان، قمر الأسد مناسب لك جدا جدا جدا، هو أفضل من وجوده في الموقع السابق. راح يركز نركز في وجودنا على يمكن علاقاتنا الاجتماعية، الصداقة، الناس راح تكون اجتماعي، يمكن راح تلبي دعوة أو لك رغبة في يعني تغيير الأجواء. هي فترة مناسبة للشراء والبيع، يعني أكو فد أشياء أبلغكم، هي يعني مثلا أنا أريد أطلع أشتري حاجة، أكو أيام ما تكون مناسبة للشراء أحبائي، فمن نشتري المادة ما نشوف عليها خير،
عبالك يعني ما أعرف، بس من نشتريها بوقت مناسب يعني نلاحظ أنه يعني طاقتها إيجابية، حلو وقت الشراء في الوقت المناسب. فمواليد الميزان هذا هو أفضل وقت لشراء الحاجات، شراء الأشياء أو يعني مثلا التسوق، هالأمور هذه. محيطك اجتماعي فراح تكون ناجح اجتماعيا، فترة لتغيير الأجواء، وبالأخص نغير الأجواء ويا زوجاتنا ويا خطيباتنا، وكذلك نفس الوقت نرجع ويا أزواجنا واللي بيناتهم علاقة خطوبة، نغير شوية للمود الأفضل. العطلة مو بس نقعد بالبيت، لأنه بصراحة يعني هي العطلة مو قاعدة بالبيت، لأن نشوف شغل البيت بالنسبة للموظفين والموظفات كله يتكون بالعطلة، لأنه ما عندهم وقت آخر هذه، فهو مو عطلة بصراحة، نكون أشغال شاقة بالمنزل، تنظيف وطبخ وما أدري شنو هالأشياء، والرجال يطلع يتسوق أو شوش عنده عطلات يكملها. لكن العطلة نحاول نخليها عطلة لمشاعرنا، القوة من الله تجي حتى نكمل أعمالنا، نقول يا ربي قوينا حتى نكمل العمل، لكن نريدها تكون عطلة لمشاعرنا، لا مشاكل، لا دخول في مهاترات، لا دخول في مواضيع متأزمة، نحاول أن نخليها عطلة للروح، للمشاعر. زين؟ يعني حتى إذا تريد تقب هيك فد شرارة، إحنا من يمنا نطفيها. هذه هي العطلة، إحنا محتاجين إلى العطلة هذه، ما محتاجين يعني مثل ما يقول لي أنه العطلة أيضاً يحتاجها الإنسان حتى يقضي أشغاله، لكن هي مو عطلة راح نقعد بيها، لكن نريد نعطل دوافع اللي تخلي الروح في حالة انقباض. هذا لا مشاكل، لا مشاحنات، نطلع نقعد ويا أسرتنا، نترك الأمور، ما نركز على الأمور اللي هيك البسيطة، ما نتحجج للبعض، نحاول أنه نريح الآخرين قدر المستطاع. بالنسبة لمواليد منو بقالنا؟ العقرب. العقرب مولود برج العقرب، القمر قمر الأسد يشدد على، يمكن أنت راح تكون مشغول في هذه الفترة، يعني عندك مشغوليات، عندك مسؤوليات، إضافة إلى ذلك من المفضل أنه إذا حدث لقاء بينك وبين الشريك أو الحبيب، الشريك أو الحبيب أو الحبيبة أو الخطيبة أو الزوجة، فخلي يكون لقاء مثمر، يركز على عاطفتك، حاول أنه لا تتهرب من المسؤولية العاطفية، وكذلك بنفس الوقت أنه أكون متجاوب في حواراتي مع الآخرين، ولا أسمع أي كلمة تقال من الآخرين، أعرف شلون أحكي ويا من أحكي، ومتى أصمت ومتى أتكلم، أنت محتاجها في هذه الفترة جدا جدا. مواليد برج القوس، مولود برج القوس قمر الحمل يفتح أمامك أبواب إيجابية، طاقة من القمر وطاقة من المشتري وطاقة من المريخ يجعلك قادر على قهر الأمراض، كذلك فترة استشفائية حلوة، فترة كذلك طاقة إيجابية راح تقدر من خلالها تتميم أعمالك، يمكن التعبان كان تعبان قبل بيومين راح يشوف نفسه شوية أحسن، فترة لأخذ العلاج والاستطباب، فترة إيجابية كذلك، هي فترة إيجابية للصلاة لكي نبعد عننا اللي دا يحس نفسه أنه محسود أو عليه فد عمل باطل، فترة مناسبة للصلاة وإبعاد هذه الأمور عن نفسك. بالنسبة لمواليد برج الجدي، قمر الأسد حلو يعني رح ينطي فد عمل مخفف، راح يهيئك إلى أنه تستقبل قمر الأسد وقمر العذراء راح يكون بصالحك، فإذا كان بصالحي فأحاول أنه أستفيد منه، أولاً كطاقة
القمرية راح تنطيك الدافع للعمل، كذلك كطاقة فكرية، طاقة فكرية، لأنه الطاقة لا تكون فقط طاقة بدنية إنما طاقة فكرية وطاقة روحية. هذا هو الإنسان، هو عقل روح ونفس وجسد. فالروح بهذه الطاقة القمرية وبما أنه هي أهلة جديدة فراح ينطيك فالطاقة. يعني أنطيكم فالسر، بس هي فد بشراوية للجدي، بس هو فد سر. حبايب الجدي، بلش القمر في برج، انتهى في برج وبلش في برج، يقول لكم هذا الشهر إن شاء الله وبهمتكم ما يطلع إذا ما عندكم فد بشراوية حلوة، وخصوصا فيما يخص أعمالكم وعلاقاتكم مع الخصوم، سواء كان إذا كنتوا في قضاء أو سواء كنتوا مع يعني ناس شوية مدى تنسجمون وياهم، راح تجد حلول، راح ترتاح. فيا ريت نعمل على ذلك، يا ريت نسعى إلى الراحة ونبتعد عن الخصومة. أوكي، فاستفيد من هالأيام قبل انتقالة القمر إلى مواقع يمكن شوية ما راح تخليك تقدر يعني تقوم بواجباتك. فعندك هالأربع أيام إلى يوم عندنا 6، كلش مناسبة للجدي. بالنسبة إلى مواليد الدلو، مواليد الدلو قمر الأسد شوية ينطيكم فد ألارم هالشكل. شو شلون يشتغل هذا الضوء، يشعل ويطفي؟ أولا يقول لك ننتبه إلى وضعنا الصحي. ليش يابا ننتبه لوضعنا الصحي؟ لأن الشمس ببرج السرطان، فالوضع الصحي لازم اللي دا يلاحظ أنه يعني عنده فد نوع من التراجع أو آلام أو عدم مقدرة يتابع وضعه الصحي، ياخذ العلاجات، شوية الأكل، نسوي فد صيام متقطع بالأكل، لأنه الصيام المتقطع راح يساعدكم كثيرا في التخلص من الطاقة السلبية. 2، هذا 1. 2، أنتوا أيضا محتاجين للعطلة. العطلة في ماذا؟ في أنه نحاول أنه نكون أكثر صبر ويا الشركاء، يعني الزوج ويا الزوجة، كونوا أكثر صبرا، اسعوا إلى أن يكون مثل أصدقائكم الميزان. عطلوا عطلوا، والعذراء عطلوا 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 الخلاف، عطلوا أنه أظل أنزعج. زين، أكو أشياء يمكن ننزعج عنها عليها، تستاهل ننزعج عليها، بس أكو فد أشياء يعني نشوف أنه إحنا مو يعني شوية ثخناها على نفسنا، يعني على نفسنا. فلهذا مطلوب من عندك أنه تبدأ يوم إيجابي، نبتعد عن الخلافات ويا الشركاء، نجعل يوم عطلة للروح، تقوم بواجباتك. لكن ما أنصحك لشراء أشياء، يعني برج الأسد ما ينصح بأنه مثلا نشتري أشياء جديدة. بالنسبة إلى الحوت وآخرها مسك، برج الحوت، قمر الأسد حلو بالنسبة إليك، كان لا بأس للسرطان وقمر الأسد حلو، قد يحمل للبعض بيكم خبر وخبر حلو، وكذلك قد يحمل كذلك إيجابية طاقة، كأن يكون واحد قاعد يقول دا ينتظر الجمعة ويقول إيش وقت تجي الجمعة، دا أقوم أكمل هالشغلة وهالشغلة وهالشغلة، فراح تقدرون من أن تتممون أعمالكم. لكن عندنا فد موضوع يعني نركز عليه، في أنه نبتعد منه. عن شنو نبتعد؟ نبتعد عن أنه يعني أحياناً التسرع، التسرع يخلي المقابل شوية ياخذ علينا موقف، فلا تتسرع في مواقفك مع الآخرين، كون أكثر حكمة. إضافة إلى ذلك، من أنه تكون أكثر طاقة وأكثر حكمة أحلى من أنه أكون أكثر طاقة فقط. أوكي،
إن شاء الله يا رب نقول جمعة تكون بمعناها المعنوي اللي هي جمعة الصلاة وجمعة المحبة وجمعة اللمة وجمعة الخير، لنترك ما خلفنا ونبدأ صفحة جديدة مع نفسنا ومع الآخرين. ننطي شوية يعني فد مجال للآخرين، ما نتسرع بأحكامنا، لأنه أحياناً التسرع يجعلنا نظلم نفسنا ونظلم الآخرين. فنقول جمعة إن شاء الله ننهي بها الشهر، تبدأ شهر مكلل برضا الرب وبركته، وإن شاء الله يبارك قلوبكم البيضاء ويبارك نواياكم الحسنة ويبارك أعمالكم التي تعملوها لأجل الآخرين، ويبارك تضحياتكم أمهاتنا أبهاتنا العالم اللي تعمل وتضحي لأجل الآخرين وبمحبة وبعطاء. الله يبارك القلوب التي ترفع يديها لتصلي للآخرين، لأنه أحياناً إذا إحنا نعجز عن تقديم المساعدة فما نعجز عن أنه نطلب بالصلاة لهؤلاء، فبهذا ما نكون عاجزين. فهالأمور هذه كلها تساعدنا على تنقية الروح، تصفية الروح شوية، لأن إحنا فعلاً محتاجين أن نبتعد عن الضغوطات. هذا ما نتمنى إن شاء الله، وختامها مسك، وأتمنى أن يكون قمر الأسد قمر مكلل بالعاطفة البناءة بالنجاح بالخير. كذلك نتمنى لطلبتنا الأعزاء النجاح في امتحاناتهم. هالأمور هذه كلها راح تساعد على ترتيب وضعنا وإعادة جدولة الحياة. كذلك نحاول في هالفترة هذه نتخلص من الطاقة السلبية، بالأخص لمواليد الثور والعقرب والدلو وكذلك العذراء، فترة مناسبة للتخلص من الطاقة السلبية. وإن شاء الله نتمنى للجميع كل الخير أكيد إن شاء الله، وإذا ربنا شاء وأراد بحكمته وإرادته أنه راح نقبل على شهر جديد، ننطيكم بالتراجعات والتقدمات وكذلك مواقيت القمر. جعل الله شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. تمنياتي لكم بكل الخير وجمعة محبة وألفة وبركة وعاطفة وصلة جماعية للخير لكل العالم. أنقل الأجواء إلى زملائي ماس ومصطفى. شكرا لك سجنان، وأكيد جمعة مباركة عليك وعلى كل عائلتك يا ربي إن شاء الله. خفت من التهديد الهدد. اي والله انت هددت اني. لا يلا ما يخالف، خميس ونيس ونيس. انا كنت تحت التهديد قبل شوي.